ما يحتاجه المنزل من المؤونة الشتوية تجده هنا. أم خالد وصديقاتها مثال على المرأة السورية التي لم تكن يوماً ما إلا عنصراً أساسياً في المجتمع، يعملن لكسب الرزق ومساعدة أزواجهن في مصاريف المنزل. وما تعلمن من أمهاتهن عبر الزمن جعل من منتجاتهن ماركة لجودة التصنيع البيتوتي كما يطلق عليه في العامية. وحدة التصنيع الغذائي في الظاهرية شمال مدينة حما من المشاريع الريفية الاقتصادية الناجحة التي أطلقتها وزارة الزراعة ودعمتها. عم نشتغل هاي المونة للبيوت، كله يدوية، كل موسم موسمه، وكل ما صار يعني الموسم بلش فيه. هلأ موسم الزيتون، موسم الباذنجان المكدوس والعطوم، وكان قبله موسم الباذنجان، نوخية ندبلها نيبسها، وكله يعطوا يعني عم نشتغله بإيدنا نحن. إحنا بمشروعنا هاد دعمونا بالزراعة وعطونا مواد، ونحن بلشنا نشتغل فيها وصرنا اشتهرنا شي ورا شي. صرنا نأمن الحليب مثلا بأيام الحليب ونشتغل فيه ونبيع، والحمد لله بأسعار كتير كويسة وجودة عالية، والكل الحمد لله صار يحمد من شغلنا. إنه بدنا ندعم المرأة الريفية، إنه نشتغل ونساعد بيوتنا وجوازنا وأولادنا، إنه عم نشتغل ببيوتنا، واللي عم يطلب منا إنه عم نقدم له نحن أشياء مثل قريشة، مثل سمنة، مثل تختير لبن، مثل مكدوس. هذه الوحدة باتت اليوم مصدراً للعديد من العائلات لتأمين احتياجاتها من المواد الغذائية المتنوعة، خاصة المؤونة كدبس الرمان والمكدوس والملوخية والجبنة والزيتون والمخللات ودبس البندورة وغيرها، ولاقت إقبالاً نظراً للأسعار الجيدة والجودة العالية. دبس رمان مخلل، والله شو بدك فيه؟ يعني وشغل كله نظيف على كيفك يعني. اشتريت من عندها يعني، اخذت بسعر نظيف وكويس، وشو يعني اسعار احسن بالدكان، يعني اسعار يعني رخيصه. وحدات التصنيع الغذائي تشكل واحده من صور العمل الجماعي وتحقيق التشاركيه المجتمعيه بين الاسر في الارياف المنتجه والزراعيه، وسيبقى الهدف المراه وتحسين واقع الاسر معيشيا.